مساء الخير على حضراتكم اعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحاته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اهلا وسهلا بكم ويا هذه التغطيه الحيه الجديده هنا من محافظه بورسعيد، تحديدا الان احنا متواجدين على شواطئ المدينه الساحليه علشان نرصد لحضراتكم اقبال المواطنين وتوافدهم على الشواطئ للاستمتاع بنسيم البحر في ظل الارتفاع في درجات الحرارة، ورغم التحذيرات اللي اطلقتها هنا ادارة الشاطئ للمواطنين بعدم النزول الى عمق البحر خشية من تعرض حياتهم لمخاطر مواجهة الامواج والتيارات المائية الشديدة، بالتزامن زي ما حضراتكم شايفين الان رفع الرايات السوداء على الشاطئ، يعني زي ما حضراتكم شايفين الراية السوداء مرفوعة على برج المراقبة هنا على شاطئ محافظة بورسعيد في إشارة تحذيرية هنا للمواطنين بعدم النزول إلى عمق البحر والاكتفاء بالتواجد على مقربة من الشاطئ وعدم تجاوز الخط الوهمي اللي بيبعد قرابة 50 أو 100 متر عن الشاطئ في عمق البحر. طبعا في حالة تجاوز أي مواطن لهذا الخط الوهمي بيتم إطلاق صافرات تحذيرية للمواطنين بالعودة مرة أخرى إلى مقربة من الشاطئ. هنا رجال الإنقاذ منتشرين بطول شواطئ محافظة بورسعيد اللي بتمتد لقرابة 6 كيلو متر، ومتواجدين سواء على أبراج المراقبة أو على الشاطئ بيوجهوا المواطنين علشان عدم النزول الى عمق البحر، في نفس الوقت بتدخل السريع في حاله لا قدر الله حدوث اي طرق. طبعا شاطئ محافظه بورسعيد زي ما احنا متعودين وتحدثنا في هذا الامر مرارا وتكرارا تعتبر شواطئ عامه، يعني رسم الدخول او الدخول فيها بالمجان بدون سداد اي رسوم، فقط يمكنك انك تيجي هنا البحر وتقوم بالسباحه والمشي والتريض بدون سداد اي رسوم، لكن في حاله رغبتك في تأجير شماسي او كراسي فانت بتقوم بدفع رسوم هنا على شاطئ محافظه بورسعيد، اكيد بترتفع في خلال فصل الصيف وبيتصل الى قرابه 30 جنيه سعر تأجير الكرسي بدلا من 10 جنيهات في فصل الشتاء. كمان سعر الشمسيه ارتفع الى 80 و100 جنيه، هنلاقي كمان اناديل البحر القليل منها متواجد على شاطئ بورسعيد زي ما حضراتكم شايفين قليل من اناديل البحر واللي بيلهوا معاه هنا الشباب. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا ايضا وسائل المتعه مختلفه، في بيحب ان هو يلهو ويلعب من خلال او يقضي يومه على الشاطئ بالسباحه والنزول الى البحر للسباحه والقضاء وقت جميل، في كمان بيحب ان هو بيكون متواجد على الشاطئ للجلوس والاستمتاع بنسيم البحر او ممارسة عدد من الألعاب الشاطئية المختلفة هنا على شاطئ محافظة بورسعيد زي ركوب البيتش باجي والدراجات البخارية والدراجات الهوائية ولعب كرة القدم وكرة الطائرة، أيضا ممكن كمان يعني الراكت واحدة من ألعاب المضرب الشهيرة هنا على شاطئ محافظة بورسعيد. شايفين العوامات بقى والأطفال اللي بيعتبروا هنا سر السعادة على شاطئ محافظة بورسعيد سواء من خلال لهوهم زي ما حضراتكم شايفين على مقربة من الشاطئ كده في بداية البحر أو باستخدام أدواتهم البلاستيكية الخاصة بيهم علشان يلهوا ويلعبوا على الشاطئ بالشكل اللي هم بيحبوه وبيفضلوه. زي ما حضراتكم شايفين الرايات السوداء مرفوعه هنا على ابراج المراقبه والمواطنين بيستمتعوا بالاجواء هنا على شاطئ محافظه بورسعيد بشكل طبيعي، لكن هم ملتزمين، ما فيش حد بيدخل الى عمق البحر ده نظرا زي ما حضراتكم شايفين للارتفاع في الامواج. هنجد كمان واحنا مع بعض كده الصيادين هيبداوا في طرح شباكهم في البحر علشان بيتم طرحها لو نتذكر سويا من خلال المراكب الخشبية الصغيرة بعدين جمعها هنا على الشاطئ، وبيستمتع المصطفين برؤية هذا المشهد الجميل اللي بيحبوه وبيفضلوه.
طبعا شواطئ محافظة بورسعيد بتكون جاذبة هنا ليه؟ مش بس أبناء بورسعيد لكن زوارها من مختلف محافظات الجمهورية اللي بيتوافدوا عليها لقضاء الإجازة الصيفية، خاصة في عطل نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة، خاصة يوم الجمعة بيكون الإقبال كبير للغاية من المواطنين على الشاطئ. طبعا إقبال النهاردة يعتبر مقبول أو جيد، لكن بترتفع نسب الإقبال في عطلة نهاية أسبوع أو يوم الجمعة. هنلاقي كمان انتشار بقاع الحلوى والتسالي المختلفة بطول الشاطئ، الجميع هنا بيلعب ويلهو وبيستمتع بوقته على شاطئ بورسعيد. خاصة شواطئ بورسعيد بيطلق عليها البعض هنا شواطئ الغلابة أو شواطئ محدودي الدخل. طبعا هنجد نسب الإقبال بتختلف وبتتفاوت من منطقة إلى أخرى، يعني وادي مشهد الصيادين وهم بيستعدوا الآن لطرح شباكهم وسط أمواج البحر بحثا عن الرزق الحلال يعني والوقت الجميل. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحاتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني نختتم هذا اللايف برؤية الصيادين وهم يستعدون لبداية رحلتهم بين أمواج البحر استعدادا لطرح شباكهم. بشكر حضراتكم جزيلا على حسن المتابعة، وتابعونا واستمرار تغطيتنا الحية من مختلف محافظات الجمهورية. الحدث فور حدوثه على مصراوي.